إذن مثل ما كنا عم نحكي من شوي مع تانيا إنه دائما بنحكي بحق الإنسانية إنه نحن وصلنا لمرحلة إنه هيدي آخر الدنيا. هلا طبعا دائما لازم نعترض على الشر ودائما لازم نواجه الشر بطريقة كتير مكثفة حتى نلغي الشر من حياتنا ومن وجودنا بوجوده بمجتمعاتنا وبالعالم كله صحيح. بس إذا بنرجع بالتاريخ لورا بنفكر على أيام كتير من السلاطين والملوك وأيام الرومان وأيام السلاطين يعني اللي بنحضرهم بالأفلام التاريخية بنشوف إنه ما كان في إنسانية بالمرة، يعني كانت معدومة الإنسانية بوجودها. لا بالفعل مع كل الجمعيات حول العالم وحقوق الإنسان عم بيصير الإنسان طبعا له قيمة أكبر، مع بعض الاستثناءات الكبيرة اللي عم تصير بأعداد كبيرة بدول العالم وبالدول العربية وبلبنان طبعا. هيدي ما بعرف إن شاء الله نقدر نوصل لمرحلة ننظف العالم من الشر ونخلي الإنسانية هي بالدرجة الأولى. نحن وياكم مكملين على الصباح، خليكم معنا. حنروح على صلاة السينما اللبنانية نشوف شو في عنا من أفلام فينا نشوفها. Now here from Jacob Lawson, Climate ISS Chief Coordinator. May the record reflect that he was nearly one hour late. ضمن أفلام الأسبوع فيلم الساينس فيكشن جيو ستورم، وقت لشبكة الأقمار الصناعية المصممة للتحكم بالمناخ بتبدأ بالهجوم على الأرض، بيبدأ معه سباق لكشف الخطر الحقيقي اللي عم بيهدد بعاصفة جيولوجية مدمرة، مع جيرارد باتلر، أندي غارسيا وأد هاريس. There's potential for catastrophic weather events on a global scale. A geostorm. We spend all our time here. I want to make a paradise. ولمحبي أفلام الرعب، Mother عن علاقة ثنائي بيتم اختبارها عند قدوم ضيوف غير مرحب فيهم وبيعكروا حياتهم الهادية، مع جينيفر لورنس، ميشيل فايفر، خافيير باردام وأد هاريس. It is the most pervasive kind of cruelty that can be exercised against a human being. والفيلم الوثائقي باللغة الإنجليزية Human Flow عن نظرة المخرج والفنان الصيني أي واي واي بطريقة مفصلة للمشكلة الكبيرة اللي عم بيعيشوها النازحين بكل أنحاء العالم. وفيلم الانيميشن The Son of Bigfoot عن صبي مراهق عم يبحث عن والده المفقود لحتى يكتشف من بعدها انه والده هو بيكفوت الاصلي، باصوات سيندا ادمز، بوب بارلين وغيرهم. The Son of Bigfoot. وفيلم الكوميدي تايلر بيريز بو 2 المدايا هالوين عن مدايا، بام وهاتي اللي بيعيشوا بغامرة داخل منطقة مسكونة وبيحاولوا إنقاذ حالهم وقت اللي بتصير كل الوحوش والشخصيات المخيفة موجودة بكل الأماكن. الكتابة والإخراج والبطولة لتايلر بيري. Vous n'avez pas passé l'âge de ce genre de bêtises, hein? Non. Et le mal non plus! Tu vas voir, toi. On te garde, tu vas t'en prendre une. Et le film français, Sac de Bi, un sabi yahoudi, بيهرب مع خيو من الاضطهاد النازي بفرنسا المحتلة. مع Patrick Bruel, Baptiste Fleurial ou Christian Clavier. Ça y est, on était partis. Oh, attention! Voyager libre comme on l'avait jamais été. T'es que tu pues des pieds, toi? Toi, tu pues du cul. Je te porterai jusqu'au bout du monde s'il le fallait. Et tout le monde avait peur, même si tout le monde faisait semblant. عودي معكم للمتابعة. أنا بدي لكم شغلة، كل حياتنا طبخ بطبخ. أي شيء بنعمله يوميا بنطبخ له لنحضره، أي شيء بلان لقدام كمان نطبخ له لنحضره، بس أهم شيء نعرف كيف نتعامل مع الطبخة اليومية لتكون لصالحنا.
إن كان عم نعمر بيت، إن كان عم نبني عيلة، إن كان عم نبني علاقات مع الآخر، إن كان عم نأسس شركة، إن كان عم نقدم على عمل، كلها طبخة، بس تكون بالطبخة بفن بتروح للإيجابية. بقى كونوا طباخين مهرين بكل شيء بتعملوا بالحياة، مش بس المطبخ ولا الطبخ، حياتنا اليومية هي طبخة. لكل مشاهدين طبعا يوميا بتنطروا الشيف حسين بهالوقت ليحضر لكم وصفاته يلي دايما بتكون طبخة إيجابية ومحضرة على الأصول والجراماج. حضروا حالكم الورقة والقلم، شوفوا اليوم شو محضرنا. شيف صباح الخير عن جديد. صباح وجوزيف. شو التحضيرات؟ طبخات اليوم جوزيف إيجابية وأنا كمان إيجابي. أنت ولا أنت لا إيجابي. بعدك من عبوك إيجابي، بعدك مش ندمان على شيء بالحياة. مش ندمان على شيء بالحياة؟ بلا ندمان. ندمان ندمان أوكي. ندمان أوكي. قول سوري أحسن ما أحكي سوري. شيف نحن لكن كلنا سمع لألك. أه؟ طبعا. لا أنا لا بالعكس، لا إلا هيدي الشيف ما بندم أبدا أن تعرفت عليه. بقدي أختي من بعلبك، أول شيء ما بسترجي. تاني شيء لا طبعا كل أهل بعلبك على راسي، والشيف بالتحديد كمان خير ممثل ومثال لأهالي بعلبك. وتحية لكل مشاهدينا بالبقاع الغربي وبعلبك والبقاع كله كمان. لكل المشاهدين بيروح عند الشيف حسين ورشة ملح. Thank you جوزيف على هالكلام الحلو، شكرا لك. لكن أنا بدي أحيي كل المشاهدين وما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم عبر شاشة تلفزيون المستقبل. اليوم في عنا 3 وصفات مثل العادي ومثل كل يوم، ومثل ما خبرتكم ببداية عالم الصباح ما تنسوا الورقة والقلم لحتى أعطيكم كل المقادير. لكن المقادير رح تبلش تطلع قدامنا على الشاشة وصفة ورا التانية. خلينا أنا وياكم نقول شو عنا وصفات اليوم. في عندي وصفة كتير طيبة للدجاج المحشي بالجزر وأيضا باللحمة والفطر، وصفة كتير طيبة. لكن دجاج محشي بالجزر والثوم والفطر رح أخبركم عن هالوصفة. أما عندي كيك جهزته، صار جاهز عنا الكيك، بس طبعا بعد ما خلص ولا أشرف على نهايته، بعد ناقصه الكيك البسكوي. وأيضا في عندي الكفتة بصلصة الباربيكيو، كفتة بالخضار بصلصة الباربيكيو. طيب بالبداية أنا وياكم رح نبلش نحشي الدجاج، لنحط الدجاج على النار لنقدر يستوي عنا لآخر فقرة. عندي صدورة الدجاج بدون جلدة بدون عظم، رح نشوف مقادير الدجاج طبعا المحشي رح تمر قدامنا على الشاشة. لكن عندي صدر الدجاج، خلينا نحضر القلاية. بالأول نحضر القلاية، نحط القلاية على النار نحميها، نحط لها زيت زيتون. أوكي طيب، لكن حطيت قليل من زيت الزيتون بالقلاية، بحطها على النار. الحشوة، هيدي الحشوة، حطيت لحمة، لحمة فيليه أطرشيه بلحوم القصابة، قليت اللحمة، قليت معها توم، لكن لحمة، زيت زيتون، توم، جزر، وأيضا مشاهدينا فطر، مع رشة ملح، رشة فلفل أسود. لكن برجع بعيد، توم، لحمة فيليه، جزر، وأيضا فطر طازة، ملح رشة وفلفل أسود رشة. هيدي الحشوة. طبعا هون تقدروا أنتوا تحشوا اللي بدكم إياه، الحشوات بتختلف من الحشوة للتاني. عندي صدر الدجاج مسحب مثل ما خبرتكم بدون جلدة وبدون عظم، لكن لحمة فيليه عم نحشيها، نحشي الدجاج بهالشكل. لكن مشاهدينا بلشت أنا أحشي الدجاج، حشيته بسكره بهالشكل وبجي منحطه بالقلاية. اوكي حطيته بالقلاية، بس نسينا نضيف، اعذروا شو نسينا نضيف، نسينا نضيف رشة زعتر. بدي حط رشة زعتر لوصفتنا، لكن حطيت رشة زعتر للحشوة وبحركن مع الزعتر. طيب برجع بحضر صدر تاني كمان بحشيه، مثل ما شفتوا اول صدر طلع بلا زعتر، تاني صدر عم نحط بقلبه زعتر. فيكن ما تحطوا، طبعا الناس اللي عندهم حرقة بالمعدة ما بيحبوا الزعتر فيكن ما تضيفوا زعتر حسب ما انتم بترغبوا. هيدا الصدر التاني كمان ضفني بهالشكل. لكن الصدر مثل ما عم نشوف، خلينا نشوف انا وياكم الصدر. الصدر جبت صدر الدجاج فتحته قصيته بالنص، صار عندي بهالشكل. بيجي باخذ الحشوة، برجع بعيد، الحشوة هي عبارة عن لحمة فيليه، عبارة عن جزر، أيضا فطر طازة وتوم،
حطيت فلفل اسود، رشه ملح، وهلا ضفنا الزعتر. الزعتر بيعطيه نكهه كثير طيبه. كمان بسكره بهالشكل اوكي، وبنحطه بالقليه. لكن بضل في عنا صدر كمان، نحن فتحينهم ومهيرينهم لحتى نحضر هالحشوه. كمان هلا طبعا اذا ضل عندي من رتش الدجاج، امرار انا وعم نظف الصدر بيكون في عندي رتش دجاج. رتش الدجاج نحن مشاهدينا فينا نستعمل الرتشات كمان، لكن هول الرتشات نقدر نستعملهم كمان للحشوه، نفرمهم مع الجزر وايضا مع اللحمه. لكن صار عندنا قدامنا مثل ما عم نشوف عم نشوي، نغطيه هون. طبعا هون انا بدي غير كفوفي بعد ما استعملت الدجاج لحتى ما ننقل البكتيريا من الدجاج لوصفه ثانية. طيب طبعا الدجاج بس يصير على حراره عاليه ببطل فيه بكتيريا، بس انا هلا بقى بدي احط له للدجاج رشه ملح، وبدنا نحط كمان رشه فلفل اسود. لكن رح نضيف رشه ملح، عندي هول الملحات رح نحط على الوجه رشه ملح. اهم شيء مشاهدينا ما تنسوا رشه الملح مع الفلفل الاسود، وبنتركهم لحالهم. بهالوقت شو رح اعمل؟ لكن ضفت رشه ملح، بهالوقت رح اجي غيرت الكفوف، بجي للصحن، بجيب عندي صحن او وعاء بهالشكل هيدا. لكن بهيدا الوعاء رح احط بقلبه كفته. الكفته حضرتها كمان انا وياكم بتاني فقره من فقرات رشه ملح. شو حضرت بالكفته؟ هيدي الكفته مشاهدينا هاي مش كفته بس، كفته خضار. كيف يعني كفته خضار؟ يعني فيها بروكولي، فيها بصل، فيها بقدونس، وفيها سبانخ. طحنتهم كلهم مع بعض، بروكولي، لحمه مفرومه، بصل، سبانخ، فلفل اسود، سبع بهارات، رشه ملح صغيره، كلهم خلطتهم، طحنتهم، عملتهم بشكل بول، وفوتناهم على الفرن على حراره 180 لحتى استووا. لكن مثل ما عم نشوف انا عم بحطهم بهالشكل بهيدا الوعاء. بدي اضيف بعد لقلهم، لكن حطيتهم بهيدا الوعاء. عندي من السبانغ، بدي اضيف سبانغ لقلهم. لكن مثل ما عم بتشوفوا عم ضيف سبانغ، كمان ضيف السبانغ بين بولات الكفته بهالشكل، وايضا بدي اضيف من البروكولي، كمان البروكولي بدي احطها ايضا مشاهدينا بهالشكل. لكن هيدي البروكولي وهيدي السبانغ، مش غلط بعد خلينا نضيف شغله انا وياكم، بس طبعا هي ما مرقت قدامنا بالمقادير. هلا بتشوفوا شو راح اضيف بعد لهالوصفه. اوكي طيب، لكن ضفت بروكولي وضفت سبانغ، بيجي لكم شو راح اضيف. بدي اضيف من الجزر، عندي جزر مسلوق، كمان بضيف جزر مسلوق. بس الجزر هون برجع بقول لك كل المشاهدين ما مرقت قدامنا او ما مرق قدامنا الجزر بالمقادير، لكن عندي جزر، برش رشة جزر. لكن مشاهدينا برجع بذكركم وبخبركم انه الكفتة بقدر الكفتة انا احشيها جبنة شدر او جبنة موتزاريلا، او حتى فيني الكفتة احشيها دجاج. كيف الدجاج هلا احشيته لحمة، كمان الكفتة بقدر احشيها دجاج، ما عندي اي مشكلة. لكن طبعا اذا بدنا نحشيها بنعملها بشكل بول، ومنجورها بقلبها ومنحط بقلبها جبنة، ونرجع بنعملها من نكعزلها لحتى تصير بشكل بول وبشويها. طيب صار عندي بهالشكل، هيدا الصحن صار قدامي بهالشكل، رح اجي احطه بالفرن. لكن رح احط الصحن بالفرن، طبعا بدي بس سخنه تسخين بالفرن لان عندي اللحمه مستويه، ايضا عندي البروكولي كمان مشاهدينا مستويه مسلوقه، وعندي ايضا اوكي هيدي، عندي ايضا مشاهدينا الجزر مسلوق والسبانغ مسلوق. هون خلينا نشوف شو صار في عنا الدجاج، بنقلبه على الميل الثاني. لكن بلش ياخذ اول لون، طيب عم نقلب على لون على الميل الثاني لناخذ لون كمان للميل الثانيه.
وهيدا اخر صدر انا وعمالي باخر صدر لكن مشاهدينا خلينا نروح نحن وياكم مع بريك صغير وبنرجع سوا.